المدرار وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الثمرات اليانعة للأعمال الصالحة. سنعيش هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع عبادة جليلة وطاعة عظيمة، هي النور للإنسان في عبادته، وهي النور في معاملته، وهي النور في دعوته. هذه العبادة هي العلم. العلم عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، ورفع الله سبحانه وتعالى مكانها وأعلى من شأنها. وكم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمرات غاليات للعلم ولأهل العلم. ولذلك سنعيش هذه الليلة مع ثمرات العلم، عسى أن نكون من أهل العلم ومن أهل مجالس الذكر. أولى هذه الثمرات أن سلوك طريق العلم طريق إلى الجنة بإذن الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم ذلكم الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طرق الجنة إما طرق حسية وإما طرق معنوية، ومن الطرق التي تقود الإنسان إلى الجنة بإذن الله عز وجل سلوك سبيل العلم الذي زهد فيه كثير من الناس. اليوم كثير من الناس مستعد أن يجلس في مجالس الدنيا الساعات الطويلة، مستعد أن يجلس أمام التلفاز يشاهد مباراة ساعات طويلة، لكن تقول له: تعال اجلس في مجلس يذكر الله تعالى فيه، تعال اجلس في مجلس تتعلم فيه هذا الدين ولو للحظات، ثم تحفك الملائكة وترتفع في الدرجات، فيجد في ذلكم ثقل. فإذا أول ثمرة من ثمرات العلم ومجالس العلم وسلوك سبيل العلم أنه طريق إلى الجنة. ثم الثمرة الثانية ليس فقط الجنة أيها الأحبة، بل رفعة الدرجة في الجنة. الجنة درجات، الناس متفاوتون. يقول جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الجنة 100 درجة، تصل إلى أي درجة؟ بأعمالك، باجتهاد، بطاعتك لله سبحانه وتعالى، تجمع الحسنات والأعمال الصالحات حتى ترتقي في درجات الجنة. هنا ختم القرآن، وهناك صدقة، وهنا مجلس ذكر، وهنا إغاثة مكروب، وهنا ابتسامة، صدقات تجتمع في حياتك فترتفع في درجات الجنة. من الثمرات العظيمة العطاء اللامحدود من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في آية: لكن الراسخون في العلم، لما ذكر أهل الإيمان وأهل إقامة الصلاة وأهل الزكاة، بيّن الله سبحانه وتعالى جزاء أولئك. قال جل في علاه: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أجور عظيمة. لو قيل لإنسان اليوم في الدنيا: الحاكم يريدك، لك مكافأة، لك أجر عظيم عند الحاكم، تخيل ما يدور في خلده، الحاكم يطلبه يعطيه مكافأة، فكيف إذا كان الموعود ممن
ملك الدنيا ممن ملك السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك يعد بهذا العطاء وهذا النوال، فكيف يكون عطاء الله سبحانه وتعالى؟ بل من الثمرات أيها الأحبة استمرار الأجر وأنت في قبرك، أنت فارقت الدنيا، رحلت عن هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وما أعظمه من حديث، سبعة يجري أجرهن للعبد في قبره بعد موته. بماذا بدأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من علم علما. تعلم العلم، تحضر مجالس العلم، تكون سبيل في نشر معلومة فائدة، أبشر وأنت في قبرك الحسنات تترى عليك. وهذا لا يخفى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، منها أو علم ينتفع به، أثر طيب من العلم باقي يحصل على هذا الأجر. أيها الأحبة، من منا يريد أن يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر الحج وهو في بلده وهو في منطقته؟ اسمعوا إلى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: من غدا إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فأجره كأجر حاج تام حجته. الله أكبر. تأتي المسجد، الآن أنت فرغت نفسك، تركت بعض المشاغل الدنيوية، قلت أحضر هذه الجلسة أتعلم أمور الدين، تحتسب عند الله عز وجل، تحصل على أجر حجة كاملة، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. هل تريدون أيها الأحبة منزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل بلا قتال، بلا سفر، بلا تعب، بلا مشقة؟ تجدونها أيضا في العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. الله أكبر. درجات الحج والجهاد، الرتب العلية من الشعائر الدينية، الله سبحانه وتعالى يكتبها لك إن سلكت دروب العلم. ثم من الثمرات مغفرة الذنوب، وهذا نحتاجه. تصور أن تحضر مجالس العلم أو تعلم الناس أو تنشر العلم، ذلكم الاستغفار العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العالم، وفي رواية إن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، الكائنات العجماوات تستغفر لك إن كنت ممن يسعى في أبواب العلم، يتعلم العلم، تقرأ كتاب، تسمع شريط، تحضر محاضرة، تتثقف في دينك، تتفقه، تحصل على هذه الرفعة العظيمة. أيضا من الثمرات أن الإنسان لا ينال منزلة الخشية إلا بالعلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى حصر هذه الصفة في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية منزلة تعني الخوف المقرون بالعلم، درجة عالية تتحصل هذه الثمرة بالعلم في حياة الإنسان. أيضا من الثمرات التأثر، صاحب العلم يكون العلم مدعاة في حياته أن يتأثر،
يتأثر بما يتلى عليه. الله سبحانه وتعالى ذكر في الأمم السابقة أهل الكتاب، إن الذين أوتوا العلم قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صاحب العلم يتأثر، يسمع الموعظة فتقف في قلبه، تؤثر فيه. اليوم المواعظ أليست كثيرة؟ نسمع في الخطب، نسمع في المحاضرات، لكن إن لم يكن للإنسان قابلية فلن ينتفع. الموعظة كما يقول ابن القيم رحمه الله، من أكبر دواعي نفعها في المرء وجود القابلية، وهذه القابلية تتحقق في الإنسان بهذا العلم. أيضا من الثمرات العظيمة رسوخ القرآن، رسوخ القرآن. أين يرسخ القرآن؟ هل يرسخ في قلوب العاصين المبتعدين عن الله؟ كلا والله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إن كنت من أهل العلم أبشر أن يوفقك الله عز وجل لحفظ القرآن ولثبات القرآن في صدرك ولتأثرك بالقرآن والعمل بالقرآن. من سلك مسالك العلم له حياة أخرى مع القرآن، له شأن مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في صدور أهل العلم يرسخ فيه، يثبت القرآن والعصيان أمران لا يتفقان أبدا. أما صاحب العلم يوفق. ثم أيضا من الثمرات التوفيق للعمل الصالح. العلم دافع للإنسان لأن يعمل بهذا الذي تعلمه، وإلا كان هذا العلم وبالا عليه. كلما ازداد الإنسان علما، إن كان العلم صالحا صادقا نافعا، ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة العلم الحقيقية، وأثرها إنما تكون بالتطبيق. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تثبيت ورسوخ بهذا العلم. أيضا من الثمرات العظيمة أيها الأحبة حسن الأخلاق. الذي تعلم ويحضر المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم، ويسلك مسالك العلم، يكون صاحب سمت. انظر كتب كثيرة في أخلاق العلماء. لماذا العلماء يتميزون بأخلاقهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى زكى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم يرث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، يكون متأثر به على هديه على طريقته. أيضا أيها الحبة التواضع، التواضع. كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا لله عز وجل، تواضع مع الناس. وهذه خاصية في العلم، سبحان الله. كل ما تقرأ تزداد علم تشعر بزيادة جهلك، كل مرة تتبين لك مسائل جديدة أنت تجهلها، فهذا يورثك أنك تنزل تنزل، ترى أن كثير من مسائل العلم لا تعلمها، فهذا يورث فيك التواضع لله عز وجل. أيضا من الثمرات العظيمة عدم التأثر بالدنيا. ولذلك لما جاءت النصيحة وقال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير
لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قصة قارون كانت موعظة عظيمة. اغتر بعض الناس أهل الدنيا لما رأوا الكنوز والمفاتح والذهب والفضة، لكن الذين أوتوا العلم موقف راسخ، ما اغتروا بالدنيا. إذا كان الإنسان ما عنده علم، ما عنده رسوخ، تأتي فتن الدنيا، مباهج الدنيا، إغراءات مالية، فتن تعرض عليه يضعف، يتنازل عن ثوابت. لكن إذا كان عنده علم رسوخ، يعلم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، لا يغتر بزخارف الدنيا. ولذلك نصحوا هؤلاء ألا تغتروا بهذه الدنيا الزائلة، هذه المعاني من النعيم معاني مؤقتة. أيضا من الثمرات، وأختم بها، الخيرية بكل معانيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير والتوفيق والسعادة، وفقك الله لأبواب العلم. كونك تحضر مجلس مثل هذه المجالس، هذا من توفيق الله عز وجل، هذا من إرادة الله عز وجل الخير لك، فأبشر. علامة خير للإنسان، طريق للخيرية في حياة الإنسان، أن وفق الإنسان إلى مجالس العلم، إلى مجالس العلماء، إلى مجالس الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.